منتجة غذائية تحتوي على مواد مسرطنة هي فحوى مراسلة أصدرها مدير الصحة لولاية الجلفة بناء على تقارير أمنية تحذر من بعض المنتجات التي تحتوي على هذه المضافات الغذائية بناء على معلومات تحصلت عليها الأجهزة الأمنية من أحد الأطباء التونسيين والذي يعتبر مستشارا لدى منظمة الصحة العالمية. U211 U323 U330 مضافات غذائية وأخرى في منتوجات معينة مثل العصائر والبسكويت وغيرها اعتبرتها المراسلة مسرطنة. وللتأكد وضعنا المراسلة بين أيدي الناشطين في مجال حماية المستهلك فكان ردهم كالآتي: نحن نتحفظ على محتوى هذه التعليمة في الشكل والمضمون، لأنه هذه المضافات الغذائية هي من المضافات المسموح بها في التشريع الجزائري والمسموح بها أيضا على مستوى منظمة الصحة العالمية. الصناعة الغذائية الجزائرية تعتمد على كثير من هذه المضافات، يعني وبالتالي إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه التعليمة وما يوجد بها من محتويات فإننا سوف نفرغ نصف أسواقنا. وإن كانت هذه المضافات مسموح استخدامها في التشريع الجزائري وغير محظورة من طرف منظمة الصحة العالمية، غير أن المشكلة قد ينجم عن تركيز زائد وعدم احترام النسب القانونية لتواجدها في المنتجات. طبعا قاعدة كل ما يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، ورغم أن هذه المضافات الغذائية مسموح بها في التشريع الجزائري بعضها، ولكن هنالك مقياس لابد أن لا يتم يعني التعدي عليه أو تجاوزه. بطبيعة الحال في هذه التعليمة لا يتم الحديث عن مقياس، ولكن يتم الحديث عن مضافات في حد ذاتها. بغض النظر عما جاء في المراسلة، تبقى الحيطة والحذر واجبتين عند التعامل مع منتجات تحتوي على المضافات بمختلف أنواعها أو بصيغة أخرى، وجب استهلاك هذه المواد بطريقة عقلانية.